مشاعر الفرحة والابتهاج بالعيد الوطني الإماراتي كانت حاضرة في مطار البحرين الدولي، حيث قام الموظفون بتوزيع الهدايا والورود وتقديم الضيافة للمسافرين الإماراتيين بهذه المناسبة. امتدت احتفالات مملكة البحرين باليوم الوطني الإماراتي بالذكرى 46 على امتداد أرضها وجوها ومطارها، فقد شهد مطار البحرين الدولي احتفالات شاسعة، وقد تضمنت هذه الاحتفالات توزيع الهدايا والورود على الأشقاء القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أراضي مملكة البحرين. أهني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وجميع حكام دولة الإمارات بمناسبة العيد الوطني المجيد وشعب الإمارات. أهني شعبي، شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها والشيخ خليفة محمد بن زايد محمد بن راشد، وإن شاء الله دولتي من تقدم لتقدم إن شاء الله، والله يحفظها ويحفظ شعبها إن شاء الله من كل شر. نهني دولة الإمارات على استقلالها في عام 1971 و46 سنة الحين قيادتنا في تطور واستقرار. أهني دولتي الإمارات العربية المتحدة بعيدها 46 وأشكر البحرين وقيادتها وشعبها على حسن استقبالنا واحتفال بعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا. تعبير عفوي عن حب أخ لأخيه ومعنى فخر واعتزاز للوطن صادر من كل شخص لديه شعور بالانتماء لدولته وقيادته التي تسعى لتطويره وتقدمه. أحب أشكر مملكة البحرين على الجهود المبذولة حقيقة، يعني سبحان الله، يعني في الأيام الماضية اللي قضيتها في المملكة لقيت أني أنا بين أهلي وناسي الحمد لله. الجميع كان يعني يرحب فينا والأعلام موجودة في كل مكان كأنما أنا موجود في دولة الإمارات. أشكركم جميعا وما تقصرون، وإحنا في النهاية عينين وفراس. يعني حبيت أشكر مملكة البحرين على استضافتهم الطيبة اللي قدموها لنا. صراحة انصدمت يعني أول ما دخلت المطار، ما شاء الله مزين وما قصروا فينا، عطونا ورد وكب كيك وشالات وزعوا علينا، وما شاء الله الشوارع كلها مزينة بأعلام الإمارات، ما قصروا الصراحة، حسسونا أن إحنا بين أهلنا وفي بلادنا، ما حسينا أن إحنا برا بلادنا. أهلنا حكومة وشعب الإمارات بمناسبة العيد الوطني الاتحادي 46 عام، إن شاء الله دائما أسعد شعوب العالم، وكما أهن الشعب البحريني على ترحيبهم الجميل للإمارات، وإن شاء الله كلنا نحن شعب واحد. دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر من كل عام تحتفل بيومها الوطني الذي استطاعت من خلاله أن تواجه كل المصاعب والتحديات وأن ترسخ أركانها وتأخذ مكانها المتميز في تاريخ المنطقة والعالم. من المنامة إلى أبوظبي، حيث الدم الواحد والحب الأشمل والأكبر الممزوج بالحب والفرح والسرور جعلتهم جميعا يغنون عاش اتحاد إماراتنا. طلال نايف من مطار البحرين الدولي، تلفزيون البحرين.